الجمعية لها عدة أنشطة تنشط فيها للأعمال من الأعمال اللي بيقوم بها. عندنا مشاريع تتعلق بالتعليم، وعندنا مشاريع تتعلق بالصحة، وعندنا مشاريع تتعلق بالمياه، وعندنا مشاريع تتعلق بدعم الأيتام وكفالة كفالة المحتاجين، وعندنا مشاريع تتعلق بتوفير الأدوية للمحتاجين، ولكل زول ما قادر يوفر الدواء. كان حتى كان عندنا مبادرة تبع المكتب الصحي اسمها مبادرة الدواق علينا، فبالمبادرة نحن بنوفر قيمة الدواء للشخصية المحتاجة للدواء ما قادر توفره. برضو من الحاجات اللي بنقوم بها في الجمعية عندنا حملات تصحح البيئة، فمن المشاريع برضو نحن اشتغلنا عليها لو مشروع سقيا الحي الغربي. كانت طبعا احنا عندنا الحي الغربي بيعاني في مشكله كبيره جدا من مشكله المياه، اللي هو ارتفاع المنسوب بتاع الارض بتاعته عالي، فكان المويه عندهم فيها اشكاليه. فنحن عن طريق جمعيه الكسنبر الخيريه طرحنا المشروع اللي قدامكم ده في فتره بتاعت شهرين، طرحنا المشروع استقطاب كان حصل للدعومات، الفتره الكليه للمشروع كانت هي فتره بتاعت شهرين. ايضا من مشاريع الجمعيه المسابقه القرانيه، بيكون في اعداد لها قبل البدايه بتاعت المسابقه. يعني المسابقة بتكون في جزء وجزئين وثلاث أجزاء حسب الأعمار، تكون نسائية ورجالية. اليوم الختامي بيكون في الدار، وكان مصطحب بمعرض، وبتتقدم المسابقة وبتكون في جوائز.